راضين بالنتيجة؟ بيان سور، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، رحنا باقيين في الكوب دي موند. What do you think about the game? It sucks. The worst game ever. Really? Isn't it? Bad. Oh. Wait. اوبر بارك باش نرحلوا هنايا، نكون بعدا نوريكم راه ساكنين في منطقة شعبية. وشوفوا شوفوا والله لغبينة كحلة. جماعة إذا رانا في منطقة الريان القديم، هذا هو الكارتي القديم هنايا، ماشي القديم، شغل الكارتي الشعبي في الدوحة. رحلنا اليوم يوم الأول، لكن شداني نجي هنا. شوف غادي ندخل على غير مولات وماعين شوالق. وين نجي؟ راهي مخلطة في سوق واقف. قلع قلع. ها؟ مرة في السوق واقف؟ نشوفوا معين، نشوفوا معين، راه السوق واقف. البنير هذه منها ان شاء الله. معليش نروح السوق واقف. ها نتمنى ما ناكل ما ندير والو دغيا في السوق واقف انت وبغ. في الكاميرا خلي انا. واي 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 هاي. So nice. الناس ملاح بزاف. Say one word. حي. السلام عليكم. مالي السلام ورحمة الله. هل كيف الحال؟ هذا السعودية اليوم. السعودية وين سعودية؟ تقبلي كي تشوف الكاميرا قاعدة. قلت لكم انا والله ماني كذب. كرك جيب لي كرك ان شاء الله. السلام عليكم. عرضني على كرك، قلت له هيا بسم الله. أول مرة عندك الكارك؟ هذا كارك يشرب كل شرب يشرب زيادة، ما كارك ما حليب ما شاي، كل ما ماي كل ما خلوط. هذا أنا مزبوط يشرب شاي ما في نوم. مزبوط يا أخي إن شاء الله. ما في مشكلة يشرب كارك. هذا تور كارك، هذا مية كارك. واحد ريال بس يشرب شاي ما في نوم. أيوه إجماع هنا كل شيء رخيص هون. كل رخيص. حي شعبي هذا كيرلا ذا وينارد. صح عرفت هذا ما شيء. انا مضبوط يا اخي. ان شاء الله كارك حالي هذا ما صديق مالنا ان شاء الله. ده كل نفر صديق نفر صديقي دبر صديق. يور نيم عبد الجليل. مسلم. ايه ما شاء الله عبد الجليل. السلام عليكم. رانا مع خوتنا المغاربة وغدا الجزائر والمغرب واحد. ان شاء الله رابحين بإذن الله. راه عندي تأثير ان شاء الله ورابحين. ما تخافوش وكنتمناو. لا ما خايفين ان شاء الله ورابحين بإذن الله. اخويا احنا اجواء هنا مليحة مزيان، وتتمناو ان شاء الله المنتخب المغربي ما يخيبناش. هاي الغنية المشهورة تاع المغرب، غنية صغيرة، مقطع صغير. التكاوى أتيكا مربوحين إن شاء الله مربوحين. هنا فرقة هنا موتر راهي دايرة غايب كلاسي رقم واحد هنا في الموفمون قاعد سيرين. Maroko. Maroko.
نديرو غدوه؟ رابحين ان شاء الله. جوج زيرو جوج زيرو شروه قوه ان شاء الله. جوج واحد جوج واحد حكينا بوفال ا واحد بارك ندوزو صافي ان شاء الله. عبد الله وزياش ان شاء الله. اخوكم جزائري غدا مرحبا خويا باج باج جماعة. إذا وصلنا للملعب، هذا هو الملعب اللي كنت متحمس له باش نشوفه بزاف، ملعب البيت، واللي هو يعكس الثقافة العربية لأنه على شكل خيمة. وأيضا قطر نجحت في بناء هذه الملاعب في وسط الصحراء، لازم ما ننسوش هذا الشيء. مونديال أنه شوف الناس تصلي كما هكا، مستحيل أنك تضيع صلاتك هنا في قطر، مستحيل. تخيلوا في المولات مثلا، ندوا المول في كل زاوية كاين المسجد. أيضا في اللحومات، يعني تقاطر في كل حومة تلقى مسجد. أصلا تشوف المسجد الأول، تقدر من المسجد الاول تشوف واحد 3 مساجد ولا 4 مساجد بعينك، يعني في المدى تاع عينك تشوف، تقدر تشوف 4 ولا 5 مساجد في هكا في نفس المكان، متقاربين بزاف. الملعب هاي اول مره اي اول مره تجي تفرج ماتش في البيت في قطر، اول مره تدخل استاد. شوف كافو ايوه جماعه، شوفوا من الداخل تحس كانه خيمه صح، بالالوان العنابي. يا درا هذه ويعطوها علم الجانب، يعني كي تدخل
What do you think about the game? It sucks. The worst game ever. Really? Isn't it? Bad. Oh. The next game. Canada. Oh, Canada. Play hockey. Thank you. Enjoy. You're fun. Eh? Thank you, man. Congratulations. Thank you too. رحمة الله. تعليقك على المباراة. حلوة. حلوة. الله بلجيكا. إن شاء الله. خصيصا في ملاعب قطر لما تنتهي المباراة في كامل العالم تنتهي ينتهي التشويق وتنتهي الإطارة والناس تروح لديارها. لكن هنا في قطر كي تكمل المباراة هذا وين يبدأ التشويق. علاش؟ دايرين مهرجان كي تخرج المباراة تلقاه. دايرين محطات هكا تاع كوكا كولا وهذوك الاشياء وين دير نشاطات مثل تلعب البيار تلعب الباركفود كرة القدم العديد من النشاط. يعني بعد الماتش راح تقعد بالك واحد ساعة ولا ساعتين هنا في البيت. كيفاش جاتك المقابلة اليوم؟ والله المقابلة يعني نستحق الانتصار. والله نستحق التعادل بطعم الهزيمة صراحة. عجبتني اليوم كنا نستحق الانتصار صراحة. ان شاء الله. وليد الركراك تأخر شوي في التغييرات بس الحمد لله خيرها في غيرها. المقابلة اللي جاية مع من؟ مع بلجيكا. ان شاء الله نفوز. ان شاء الله. ان شاء الله نفوز على بلجيكا. ان شاء الله. السلام عليكم معكم ولد مراكش. ديما كوكب وديما مغرب الحمد لله ماشي النتيجه اللي بغينا ولكن الحمد لله تعادل حتى هو بطعم الفوز لان كرواتيا وصفت كاس العالم. الحمد لله الحمد لله وان شاء الله الماتش تاع بلجيكا كاين الربوح والماتش تاع كندا كاين الربوح وان شاء الله الدور الثاني في الجيب ان شاء الله. وان شاء الله ماشي الدور الثاني اللي بغينا بغينا شي دور متقدم. راضين بالنتيجه؟ بيان سور الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. رحنا باقيين في الكوب دي موند. صح. رحنا باقيين كومبيتيتيف. ان شاء الله. ما درك رانا مولين الدوري المستاد.